اهلا بالمشاهدين. اليوم خميس وكعاده كل خميس هلا تسوي حلا او كيك. صح. فاليوم احنا مختارين كيكه جوز الهند. صح. يمكن هذا الاسبوع استعملت جوز الهند من كم يوم بوصفه نباتيه. بس اليوم كمان مع الشوكليت جوز الهند بيطلع رائع، خاصه انه حنعمله اليوم بطريقه مختلفه. يعني حنعمل كانه مثل كيوبز صغار للكيك. حلو. وما حنعمل الكيك التقليدي، بس مكوناتنا اكيد بسيطه موجوده. وخلينا نحكي عن المكونات. عم نستعمل اليوم احنا حبتين من البيض، نصف كوب من الزيت النباتي، كوب من السكر، عم نستعمل كوب من كريمة جوز الهند، في عنا نصف كوب من الكاكاو، معلقة صغيرة من الفانيلا، معلقة صغيرة من البيكنج باودر ورشة ملح، وفي عنا كمان كوب من جوز الهند. جوز الهند كيف ما بدنا، يعني ممكن يكون ناشف، ممكن يكون فريش، مبروش فريش. عادة للحلويات أنا أفضل الناشف. وكمان حنعمل قناش. شو القناش؟ هي الطبقة اللي منصبها على وجه الكيك اللي بيعطي هاي القرمشة مثل أصابع الشوكلت. فحنبدأ أول شيء بتدويب الشوكلت. حأستعمل 130 جرام من الرقائق الشوكلت، أي شيء، أو حتى ممكن تكون يعني الشوكلت إحنا فرمناها فرم صغير. عم بتركها على بخار المي لحتى تبلش تدوب بشكل كامل، بعدين بس تدوب حنزيد عليها كمان كريمة جوز الهند ورشة ملح، وهي المكونات الطيبة. طيب حنبدأ أول شيء بتحضير الكيك. طبعا عنا بنبدأ أول شيء بالسكر مع البيض. نحن دائما لما بيكون عنا زبدة وبيض وسكر بنستعمل الزبدة مع السكر، أما بوصفتنا اليوم بما أنه زيت نباتي حنبدأ بالسكر مع البيض. يفرق الموضوع؟ بتفرق، لأنه إحنا بدنا نعمل أول شيء هيك مزيج، بعدين بنبلش نزيد عليه المكونات. فهلأ هون حنبلش نخلط الحبتين من البيض مع كوب السكر. وطبعاً عم ناخذ اليوم نكهة جوز الهند من كريمة جوز الهند اللي هي عادةً بنشوفها متوفرة بالماركت، مو الحليب. الحليب بيكون أخف. بكتير حلقات عم تحكوا عن الحليب والعصير ولا الشراب ولا شراب، بس هو فعلاً الكريمة هي اللي بتعطي طعم أكتر. هلأ حنبلش نخلط البيض مع السكر، وحضيف عليهم معلقة الفانيلا حتى يبلش يصير الطعم مميز. اوكي ححضر هون بقيه الخلطه. اذا عندي نصف كوب من بودره الكاكاو وثلاث ارباع كوب من الطحين. ما في اذا قلت هي لا ما قلت ما قلتها صح؟ ولا تهدينا تمام ما راح اقول هي غلط. انا سوري. طيب هلا هون ححط معلقه البيكنج باودر على الطحين ورشه الملح على الطحين، وعندي بلش السكر والبيض يصيروا هيك مثل الفوليوم، حزيد عليهم شوي السرعه. اوكي هلا برجع بخفض السرعه، بضيف عليهم كوب كريمة جوز الهند، وحنضيف عليهم كمان نصف كوب من ممكن نستعمل زيت الكانولا او زيت النباتي، حتى ممكن نستعمل زيت جوز الهند، بس انا حسيت بلغنا شوي جوز الهند، يعني انا ممكن نخفف شوي الطعم. والكريمه هذه طعمها قوي، طعم الجوز الهند فيها ولا شوف مخفف؟ يعني طعمها بيشبه كيف مثلا الشوكليت اللي بيكون فيها جوز الهند، بيكون هيك طعمها شوي على حلو أكتر، يعني ما بيكون الطعم مثل الزيت. انا بلاقي دائما زيت جوز الهند هو النكهه اللي بتطغى، فالكريمه جوز الهند افضل. تمام. كنت عم تخبرني قصه هاني والله انا كنت قاعد اتكلم مع هلا على احنا طبعا شفنا الفيديو، فهلا تقول لي انه هي عندها نقطه ضعف تجاه يعني كبار السن. صح. ليش؟ انا دائما عندي شغله مع كبار السن هيك بتاثر، بحس انه هم عاشوا الحياه وهم بيعرفوا الصح والغلط، هم مروا بتجارب كثير، بيكون عقلهم كثير كبير وكثير ناضج، بنفس الوقت صاروا شوي غير قادرين جسديا احيانا، او غير قادرين على التعبير، او احيانا بتحسهم مظلومين. فانا هيك يعني مو انه بحزن، بحس انه لازم اعطيهم حب لاخر يوم، لانه صاروا بموقف انه هم ما قادرين يسيطروا. فيمكن هذا الشيء اللي بفكر فيه. والله هذا يعني شعور رائع وانسانيه كبيره، والله يحفظ ان شاء الله كل يعني كبار السن اللي موجودين في حياتنا، ويكونون تكون حياتهم مريحه باذن الله، وان شاء الله يشوفون الشيء اللي ما حققوه بابنائهم واحفادهم. صح. باذن الله. عند حتى في شغله حلوه يمكن هلا هيك اول شيء بيخطر على بالي لما بفكر بكبار السن، بفكر بشكل ايدهم. في هيك شكل لايد كبار السن هيك لما بتمسك ايدهم بتكون هيك كثير صغيره وكثير ناعمه، وبنفس الوقت بتحس انه ما بدي اسميها تجاعيد، بتحس انه اثار العمر، وهي الايد شو عملت، قد ايه مثلا طبخوا لاولادهم، قد ايه عملوا، قد ايه قدموا، قد ايه احيانا هي اللمسه الصغيره هي. حتى هاني تاثرت شوي، ما بعرف بحس هذا الشيء هيك لما بحكي عنه بحكي يمكن من قلبي، او انا عن نفسي بتاثر. فبس هيك بنقول انه بنحبكم. والله مشاعر يعني انسانيه كبيره. خلص نسيت الكيك. نسيت الكيك. طيب بعد ما حطيت الكريمة جوز الهند بنخلطهم مع بعض، حضيف عليهم هلا كوب من جوز الهند، وبنبلش نضيف المكونات الجافه. يعني عندي كوب من جوز الهند، وعندنا كمان الطحين والبيكنج باودر ورشه الملح،
وكمان اكيد بما انه هو تشوكلت كيك كمان نصف كوب من الكوكو باودر. هلا دائما لما بدنا نحكي عن التشوكلت اللي عم نستعمله ما تستعملوا اللي فيه سكر، جيبوا نوع اللي هو الكاكاو العادي اللي هو للحلويات، عاده هذا ما بيكون فيه سكر حتى ما تطلع الكيك كثير حلو. اوكي وهلا حنخلطهم مع بعض. بس هذا اليوم ساتسفاينج فيديوز الصبح لا هلكتوني، انا صرت حموت بدي اخذ البابل رابس. حسين براحه لما تشوفين هذه المقاطع الفيديو. في شغله يمكن ما في اذا ذكرتوها، انا في عندي شيء برتاح عليه هو لما يكون حدا عم بيلون وعم بيحدد الاطراف. يعني شوي هذا الجزء اللي هو اللي انا دقه الاو سي دي هذا اللي انا كله كثير مرتب، او يكون التلوين هيك بالضبط مرتب كثير، بحس انه ممكن اتفرج على هذا الشيء لفتره. او مثلا الناس اللي بترسم رسمات بس فعلا فيها كثير يعني نظافه بالترتيب او دقه او شيء. بس الامور اللي مثلا يعني هذه الاشكال الهلاميه او الرغوه او شيء هذه، شوف انا مثلا هذا الهلامي توترت لانه حسيتك كركب ووسخ وهيك، بس مثلا الصابون في فيديو منهم بيكون هيك بقصقصوه مربعات. أيوة بعدين بيبرشوه برش، بعدين هذا نفس الصابون ممكن يستعملوه للتغسيل يعني حتى طبعًا ما بيكون ويست. هذا بحبه اكيد الفقاعات، هذا البابل راب، هذا يعني متذكره بكون عم ننقل من بيت لبيت بكون في عندك بتصير انت بدك تتمشى عليها وبدك تطلع كل الاصوات. طيب نحن هلا هون عندي الكيك تقريبا، هذا ترى مو شغال تحته، هذا مو شغال؟ لا شغال هاني. طيب ماذا انا بدي هون؟ طبعا اوكي حاول شغل لسه، طبعا ما بلش البخار. نحن دائما لما بدنا ندوب شوكولاته على البخار، حنحكي عن المعلومه بشكل سريع، بيكون خلاص شكرا يعطيك العافيه بيكون عندنا هون الازاز ما لازم يكون ملامس للمي لحتى ما تحترق الشوكولاته. فاحنا على البخار بحراره يعني منخفضه كثير بده يبلش يدوب معنا. نحن عم نعمل هون القناش اللي هو حنحطه على وجه الكيك، فحاستعمل للقناش بعد ما يدوب الشوكولاته. طبعا لسه بدها شويه وقت، مو دقيقه اكيد اكثر بكثير، فحنتركها بس تدوب. حضيف عليها كمان كوب من كريمه جوز الهند. ممكن نستعمل على فكره نستبدل اليوم جوز الهند بكريمه عاديه، كريمه الخفق العاديه. ف مزيج الكريمة مع الشوكولات بيعمل طبقة مقرمشة وطيبة. أنا هلأ أكيد عندي الفرن حامي على درجة حرارة 170، هأستعمل اليوم هدول القوالب حتى يطلع عندي شيء فلات أكتر، فحب أفرد الكيك بقلبهم بطريقة ما يكون كتير عالية، يعني خليه شوي منخفض. وعلى 170 حرارة الفرن رح ترجع تنخبز تقريباً بخلال نص ساعة، فخليكم معي بعد شوي برجيكم كيف حنحط الشوكولات عليها.